ارتفع عدد ضحايا حريق مستشفى الأمل الخاصة بمدينة العبور في مصر إلى 8 وفيات و8 مصابين آخرين، وذلك عقب نشوب حريق في إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى. وقال مصدر بمديرية الصحة في القليوبية إن المستشفى خاص وتتبع إدارة العلاج الحر بإدارة العبور الصحية، نافيا أنها مخصصة لمصابي كورونا فقط، فهي تستقبل كل الحالات سواء المصابة بكورونا أو غيرها. وأوضحت مصادر أنه تبين من معاينة المعمل الجنائي أن الحريق شب في سريرين للعناية المركزة بالقسم الخاص بعزل مصابي كورونا بالقرب من منطقة الماس الكهربائي، مما أدى لاشتعال النيران وكثافة الدخان الذي تسبب في زيادة الوفيات. وأشارت التحريات الأولى إلى أن ماسا كهربائيا نشب في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، ما أدى إلى اشتعال الحريق. دي كانت هتقوم تجري ازاي؟ دي كانت هتقوم تجري ازاي؟ اللي ربنا ينتقم منكم. اتحرقت يا قلبي خالص، مش عارفه اتحرقت، ربنا ينتقم منكم يا بابا. ده ربنا ينتقم منكم، ربنا ينتقم منكم بحق جاه النبي. ربنا ينتقم منكم، انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي بني ادمين؟ دي الاسعاف بتدخل تشيل في الحالات، والنار جوه كلت الناس. يأتي هذا فيما كشفت وزارة الصحة المصرية تسجيل 49 حالة وفاة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1133 حالة إصابة أمس الجمعة. وأوضحت الصحة في بيان لها عن خروج 511 حالة تعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة وفيات بفيروس كورونا بين الأطباء بحسب النقابة لتصل إلى 251 حالة، إذ نعت النقابة اليوم 3 أطباء جدد وهم الدكتور فاروق محمد القديلي استشاري النساء والتوليد بأبو المطامير في محافظة البحيرة، ودكتور فاروق حكيم السعيد استشاري أذن وأنف وحنجرة بجرجة، ودكتور إبراهيم محمد إبراهيم استشاري أمراض الصدر والحساسية ومناظير الجهاز التنفسي. قررت أيضا اللجنة الأولمبية المصرية تعليق جميع البطولات التي تقام في صالات مغلقة اعتبارا من اليوم السبت، وذلك حتى إشعار آخر، وذلك بعد الارتفاع الحاد في الإصابة بفيروس كورونا في مصر. وحسب البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية، فإن القرار سيسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكبسولة المغلقة. وينص نظام الكبسولة المغلقة على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة، وعمل المساحات اللازمة لهم جميعا بشكل دوري للحد من فرص انتشار فيروس كورونا. في المقابل، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ما تردد عن تعليق الدراسة بالجامعات، مؤكدة على أن المجلس الأعلى للجامعات والوزارة لم يتخذ أي قرارات في هذا الشأن. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للحد من انتشار فيروس كورونا.
ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق، كما وينضم إلينا أيضا عبر الإنترنت من إسطنبول عادل سليمان المحامي والناشط السياسي. أرحب بضيفي وأبدأ بك دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، يعني تبعت هذه المسألة المتعلقة بحريق مستشفى الأمل الخاصة بمدينة العبور والتي بلغت عدد الوفيات بها 8 وفيات و8 مصابين، كيف رأيت هذا الفيديو ومن الذي يتحمل تلك المسؤولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة بداية من الأدي مبادر بالعزاء لضحايا ذلك الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء للمصابين في الحادث الحريق ولجميع مصابين كورونا في مصر وجميع المرضى إن شاء الله. الحقيقة هذا الحادث بيكشف عن دول، ده مش الحادث الأول، يعني كان عندنا من عدة أشهر في شهر يونيو الماضي ايضا حريق مستشفى عزل كورونا بالاسكندريه، وكان ايضا في 8 ضحايا بنفس الاسلوب. لكن الحقيقه بالنسبه لهذا المستشفى الخاص في مدينه العبور تبع الاليوبيه، واضح جدا ان هو لا يخضع لشروط الحمايه المدنيه المعتبره بالنسبه لاي مستشفى عام او خاص، يعني ده بصوره عامه كورونا او غير كورونا. الحقيقه هنا في اللي واضح في الكلام من كلام المسؤولين في عنصر الاليوبيه إن هذا المستشفى كان سبق له قرار غلق، ثم حصل على ترخيص بالفتح من حوالي شهر واحد فقط، وكونه يفتح من شهر وأيضا مخالف للشروط، معنى كده أن توجد حالة فساد داخل الإدارة التي سمحت له بذلك الفتح بعد الغلق السابق. الحاجة الثانية، المسؤول عن هذا الأمر الحقيقة جات الحقيقة عندنا في مديرية الصحة إدارة العلاج الحر مسؤولة عن متابعة الشروط الصحية وبيسموها السلامه، شروط السلامه في المبنى من ناحيه المبنى والامكانيات والتجهيزات والتحكم في العدوى وما الى ذلك بالنسبه للمرضى وللمترددين. عندنا جهه ثانيه في منتهى الخطوره اللي هي الحمايه المدنيه تتبع وزاره الداخليه اللي بيسموها المطافي بالتعبير الدارج عندنا في مصر، تلك ايضا مسؤوله عن متابعه اجراءات الحمايه المدنيه داخل كل مبنى، مثل اللي هي بيسموها اجهزه الحق. عندنا امرين، اجهزه الانذار المبكر بالحريق وأجهزة الإطفاء التلقائي للحريق. عندنا في كل حجرة مستشفى مفروض فيه طفايات حريق، مش طفايات يدوية، لا، بيبقى سيستم أو بايب سيستم في بيدي مواد كيماوية للأماكن اللي هي شط الخطورة زي الحرق الكهربي أو رشاشات مية للأماكن التانية، مرتبط بجهاز الإنذار بكل شهادة أوتوماتيك. طبعا هذا الأمر غير موجود. الجهة الثالثة المنوطة بهذا الأمر والمتهمة بهذا التقصير هي الإدارة المحلية برئاسة المحافظ والسلطة المحلية داخل ذلك المكان. الحقيقة كل تلك الجهات واضح أنه نوع من التسيب، نوع من الإهمال، نوع من عدم الانضباط في ذلك في تلك الناحية، وده الحال بيعرض المرضى وغيرهم لتلك الشروط. الحاجة الثانية، الحاجة الغريبة اللي قالها في تقرير محافظة الأليوبية، إن المستشفى عزل كورونا وغير كورونا ده وسيله شديده جدا لنشر العدوى بين المواطنين. كان القاعده بتقول ان كورونا في مستشفيات خاصه به للعزل، يا اما مستشفى خاص تبقى بالكامل مخصصه لكورونا، او الصحه تقوم بادوارها، او مستشفيات ميدانيه اللي سمعنا عنها موجوده قبل كده في ارض المعارض اللي تبع الجيش في 4000 سرير. ده المكان. كورونا ليس بالامر السهل، ليس بالامر يعني اللي بيتاخد منهم الاستطار سواء عند الحكومة أو عند الصحة أو عند القانون، عن تلك المستشفيات الخاصة اللي بتعالج مرضى خليط بين كورونا وغير كورونا وسبب رش العدوى بين المواطنين. نعم، أذهب إليك سيد عادل سليمان. سيد عادل، اللجنة الأولمبية تقرر تعليق البطولات التي تقام في صلاة مغلقة، بينما المدارس والجامعات ما زالت مستمرة في الوقت الذي تسجل فيه مصر ارتفاع في زيادة الإصابات في فيروس كورونا، و يصحب هذا الارتفاع ارتفاع في حالات الوفيات أيضا، كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ يعني خلينا قبل ما نحاول نفهم دوًا نشاور على أعداد المصابين في مصر من واقع مختلف عن أرقام وزارة الصحة. النهاردة السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق كاتب بوست على صفحته على فيسبوك بيتكلم فيه عن إصابة عدد ما لا يقل عن 7 أو 8 من العاملين في الحقل الإعلامي، ودول ناس بيتمتعوا بمستوى من الحياة مختلف عن يعني العموم الشعب المصري، مستوى اقتصادي، عندهم سياراتهم، عندهم شقق بعيدة عن الزحمة والتكدس، شغلهم ما فيهوش تزاحم في مكان محدد، ومع ذلك انتشار عدوى واسع جدا. وده يخلينا بشكل واضح ونعتبر ده مؤشر عن عدم مصداقية الأعداد اللي بتعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي.
إذا كانت الحكومة من الأساس لا تعتمد الشفافية فيما يتعلق في الأعداد المصابة وأعداد الوفيات، فما نستناش منها إن هي تصدر قرارات تواكب حجم انتشار الأزمة. بالعكس تماما، قرار الحكومة بعدم تعليق الدراسة يتناسب ويتماشى مع سياستها في إنها بتقول ما عندناش مصابين، يدوب 1000 مصاب ويدوب 45 حالة وفاة ولا 100 حالة وفاة، في حين انه المؤشرات بتقول عكس ذلك تماما زي ما اشرت منذ قليل. وبناء عليه فكره عدم تعليق دراسه في الجامعه او في المدارس او في خلافه هو امتداد على نفس الخط، ما عندناش كورونا، ويمكن ده عبر عنه راس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع ماكرون في باريس، وهو بيقول له يعني اسمح لي يا سياده الرئيس اقول براحتي احنا ما عندناش كورونا خالص، وبندعوكم ان انتم تجوا كل المقاصد السياحيه لان احنا قدرنا نتعامل مع الكورونا بشكل جيد، وكانه بينبط بالكلام على فرنسا اللي بتعلن ان المستشفيات عندها بتعاني وان في اعداد كبيره، مش بس فرنسا واوروبا بشكل كامل، وكانه بيقول احنا في مصر اقوى من الكورونا، في حين ان كل اوروبا وامريكا والعالم ما فيش حد يقدر يعمل اللي هو بيعمله ده الا لو كان مش فارق معاه حياة المصريين، مش فارق معاه مين اللي يعيش ومين اللي يموت، واللي خده خده واللي ما خدوش هياخده، والبقاء للأرض. نعم، ابقى معي سيد عادل. تداول الناشطون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستغاثة مواطن مصري بوزارة الصحة إذ يشتكي من نقص الأطباء في مستشفى أبو حمص المركزي بمحافظة البحيرة، فلنتابع. بالمقابل تسببت تغريدة للممثلة المصرية يسرى في غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب إعلانها عن قدوم طاقم طبي كامل من التمريض والأطباء لمباشرة حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا. وقالت يسرى في تغريدة نشرتها على تويتر: بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا أوجه الشكر الخاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرف على حالتي. وقارن المغردون بين حالات المصابة بالفيروس نشرت استغاثتها عبر مواقع التواصل بسبب عدم توفر أماكن رعاية صحية وبين تعامل السلطات الصحية مع حالة الفنانة يسرى. أعود إليك مرة أخرى دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، يعني في حالة الفيديو، يعني شاهدنا هذه الفيديوهات كثيرا منذ بدء الجائحة في مصر، مواطنون يستغيثون بعدم وجود الأطباء في المستشفيات أو عدم قبول المستشفيات لهؤلاء المواطنين لدخول إلى المستشفى للعلاج من فيروس كورونا. وكل هذه الفيديوهات ربما كان ذلك يبرر في المرحلة الأولى بأن الجائحة جديدة والكل يحاول سباق الزمن للتعامل مع الأمر. ما سر عودة ظهور هذه الفيديوهات مرة أخرى؟ هذا فيما يتعلق بهذا الفيديو. فيما يتعلق بتغريدة الفنانة يسرى، لا أحد يستنكر على أحدهم أن يحصل على الخدمة الطبية، ولكن لماذا تقدم الخدمة الطبية إلى الفنانة يسرى ولا تقدم لغيرها؟ قبل يومين ذهب طبيب إلى المستشفى، رفض القصر العيني استقباله، ثم ذهب إلى مستشفى خاص طلبوه ب50,000 جنيه قيمة 3 ليالي فقط لزوجته. ويعني بالتالي الرجل ذهب إلى بيته وقال عشنا عشنا متنا متنا. وبالحقيقة ده بيوضح بالضبط الواقع المصري. مصر تعاني من أزمة شديدة جدا في الأطباء،
نقص في الأطباء، حد في الأطباء، سواء كان من ناحية الكفاءات أو الإمكانيات أو الأعداد أو حتى التوزيع. وبالتالي لما نسمع شكاوى من المواطنين إن ما كانوا في أطباء، أيوة دعاء فعلا، لأن تلك المشكلة الوزيرة أعلنتها بنفسها في شهر يوليو 2018، لما 60% من الأطباء خارج مصر اللي تقدمي سيس ايام مستشفى الدير بنجم والكارثه الفشل الكلى وقتها، يعني مرضى الجهاز الكلى الصناعي وقتها الحامل. النهارده لم تتم اي اجراءات فعليه، كل بيقولوا نمنع الاجازات، ممنوع اجازات الاطباء، نستدعي الاطباء في الخارج، لا تقول هيبقى تجديد الاجازات كلها، الحقوا السيسي يقول نعمل دفعه استثنائيه نزود عدد الاطباء. طبعا الحقوا كلها امور هامشيه لا تحل المشكله. المشكلة كلها أن الواقع داخل المستشفيات بيئة غير صالحة للعمل، بيئة فاسدة. ماذا يفعل الطبيب في مستشفى زي اللي حضرتك تفضلت بعرضها ولا يوجد عنده أجهزة، لا يوجد أكسجين، لا يوجد أدوية، لا يوجد مستلزمات؟ ما هو دور الطبيب إذن؟ هل الطبيب مجرد يعني منظر ببلطو أبيض يتعرض للإهانة من المواطنين في حالة غياب جميع الإمكانيات المتاحة؟ دي مسؤولية الدولة، أن توفير الإمكانيات المتاحة أولاً، ثم منع الاجازات للاطباء حتى يستطيع الطبيب تقديم الخدمه كامله الى المواطنين. سهلنا مستشفيات بدون اكسجين، الوزيره بتشكي حاليا طالبه جميع رجال الاعمال لتوفير الاكسجين. طبعا دي كارثه ان لا توجد جاهزيه في المستشفيات، فبالتالي بيئه غير صالحه. وفي الاخر حال اللي بيصاب بتلك المشكله هم الاطباء، بيموتوا والمرضى ايضا لا ياخذوا العلاج السليم. من ناحيه اخرى، حضرتك تفضلت بالاشاره لحاله الحاله الفنانه، احنا طبعا نتمنى الشفاء لجميع الناس، لكن كان عندنا حاله فنانه مشابهه من قبل تم نقلها للعزل مباشره. كان عندنا حاله الكابتن محمد صلاح لما كان مريض ونزل عملوا مسحه في قريته لجميع الاهالي وبإجراء الاهتمام مع الاطباء، يعني لما بيقع حد من الفريق الطبي يمرض ما بيتمش نعمل مسحات وكله بيشتكي من هذا الامر. لما وزير التعليم يعلن ان عنده من 300 ل 500 مصاب في المدارس في البيئه المدرسيه من اولياء امه، من مدرسين واداريين وتلاميذ، ثم يتم اتخاذ اي اجراء بالنسبه لهم. طبعا لازم المواطن المصري يحس بالحزن والالم ان يبقى عندنا يعني كذب مثالين، توجد تفرقه، توجد عنصريه على مبدا على نوع في البدايه احنا شعب وانتم شعب. هي دي بالظبط كده، يبقى الشعب مميز، او زي المثل البلدي، ولاد البطه البيضاء ولاد البطه السوداء. هو ده اللي بيثير الاسى. طبعا الشفاء مطلوب لكل الناس، ندعو الشفاء لكل الناس، لكن المصري، المواطن المصري مصري لو كافه الحقوق تكفلها جميع الدساتير العالميه، دستور الامم المتحده 48، الدساتير المصريه بانواعها. حتى بالاخر قانون كورونا اللي هو 142 سنه 2020، باعتبار كورونا مرض معدي، من حق جميع مرضى كورونا ياخد تحليل بالكامل، علاج بالكامل، متابعه بالكامل، اصابه عمل، اجازه مجانيه للمرافق له. ده القانون اللي اعتمدوه هذا العام اللي هو قانون الاراضي المعنيه. نعم، وضحت الفكره. نعم، وضحت الفكره. دكتور مصطفى جاويش، وكيل وزاره الصحه المصريه الاسبق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الانترنت من لندن. سيد عادل سليمان، كيف تعلق على هذا الفيديو وهذه التغريده في سياقها؟ بسياق طبيعي للواقع المصري. في مصر في فرق كبير ما بين النخبة الحاكمة سواء كانت في الحكم أو كمان النخبة السياسية والثقافية، ويمكن مش الثقافية، كمان النخبة المتعلقة بأهل الفن، يعني مش بأهل الثقافة، لأن احنا شفنا كتاب كتير وصحفيين كتير بيستغيثوا لدخول العزل وتلقي الرعاية ولم يحدث ذلك بسهولة. ولكن النخبة الفنية في مصر بتتمتع بوضع مختلف. أعتقد ده بيعبر بشكل واضح جدا عن تفاوت قيمة المواطن المصري الدرجة الأولى عن الدرجة الثانية، المواطن اللي بيحظى بوضع سياسي مختلف أو الشغل بتاعه كفنان بيديله وضع مختلف. ولا يسعني في هذا إلا طبعا تمني الشفاء للفنانة يسرى، وايضا تمني الشفاء لكل مصابين كورونا، وانه الدوله مطلوب منها ان هي تبذل مجهود يتناسب مع حجم الجائحه. لكن زي ما قلت في من شويه في التعليق اللي فات، انه في حاله انكار كامل، في حاله انكار كامل لعدم وجود كورونا. رئيس الجمهوريه بيتكلم في مؤتمر صحفي عالمي بيقول ما عندناش كورونا، فعايزينهم يعملوا ايه؟ عايزينهم يتصرفوا ازاي؟ ما فيش كورونا، هو بيقول ما عندناش كورونا، فدي حالات فرديه، فيصرى احد الحالات الفرديه بالنسبه له يعني.
نعم، وضحت الفكرة. المحامي والناشط السياسي عادل سليمان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الإنترنت من إسطنبول، لك جزيل الشكر.